اشتقنا لك كثير واهلا وسهلا برجعتك على دبي وحفلك كانت طيب العقل والجمهور شفت قديش كان مشتاق لك كمان فهيك مشتاق لك الحمد لله كانت حفله حلوه وان شاء الله رب يكون قد المسؤوليه شيرين ما قدرنا نقعد على الكراسي يعني اليوم كنتي انت عم ترقصي وكل الجمهور كان نفسه انه ما يقعد على الكراسي الحمد لله يعني بقى في باور وبقى في صحه الحمد لله فبقيت بقدر اقعد اشتقنا لهي الروح كلياتنا شيرين اذا غبتي الناس بتحكي واذا طلعتي على المسرح الناس بتحكي وشو ما عملتي الناس بينطروكي على كل شيء قديش هذا الشيء عم بحملك يعني ضغط اكبر عليك هو حلو ووحش بس انا باخذ منه الجانب الحلو دايما ظهور فيه اسمها ايه جدول شيرين خبرينا شو السبب المود الحلو لانه كل الناس كانوا مخبطين ما شاء الله عم بنشوفك عم بتحكي كل الوقت ايوه هسه أول حاجة طبعاً إن أنا تغنيت على الحفلة إن هي فرق وإني بعمل حفلات في كوكاكولا وإني بغني في دبي وإني راجعة بعد فترة نقاهة وفترة تعب فأكيد ده كله الفرق شيرين هالفترة كل شوف هقول لك حاجه انا الاغاني القديمه بتاعتي بغنيها دلوقتي قد ايه لايقه على حالك حال حالتك كانك لسه عاملاها دايما هتلاقي ده اللي بيضحك اللي بيرقص اللي بيوجع القلب فان شاء الله قدام شيرين هي طويل عشان كده في شوق كبير للجمهور يعرف الرجعه القويه دي بدانا الحفله عايزين نعرف ايه اللي جاي في البوم تقول لنا ايه التفاصيل طبعا شويه مشاكل اداريه بتخلص ان شاء الله وبوعدكم بانتاج البوم فوق الخيال يكون انتاجي والاغاني حلوه وجاهزه وكل حاجه بس نخلص شويه حاجات اداريه مع شركه الفن وكل شيرين في السعوديه قريب ان شاء الله شيرين